هتافات تعلو في العاصمة الأثيوبية للمطالبة بالسلام. توافد الأثيوبيون للتنديد باعتداءات جبهة تحرير تيغراي، فالأعمال القتالية التي استنزفت أرواح الأثيوبيين وأموالهم لا تزال مستمرة، مما دفعهم إلى الخروج للمناداة بوقف الحرب. نريد أن يكون صوتنا مسموعاً على مستوى البلاد والعالم. هناك العديد من الدول الغربية التي تحاول دعم جبهة تحرير تيغراي. لا نريد أن يتحقق لهم ذلك، لأن الجبهة هي السبب في كل ما يحدث لبلادنا من 27 عاماً. جئنا هنا ننشد السلام، ليس لبلدنا فحسب، وإنما لأطفالنا وشبابنا الذين يموتون دون ذنب في حرب من دون هدف. السلام هو ما ننشده، فالحرب لا نريدها ولا نريد أن نكون وقوداً لها. وبالرغم من ما تقوله الحكومة بتقدمها تجاه حسم المعارك ميدانياً، فإن القوى المدنية في أثيوبيا تنظر إلى الحل من زاوية الجلوس إلى التفاوض، فضلاً عن رفضها التدخلات الأجنبية التي تراها داعمة لجبهة تيغراي. نحن دولة حرة وسنبقى كذلك. نشكر كل الذين يقدمون الدعم لنا، وعلى الذين يقفون ضد مسيرتنا أن يأخذوا الدرس ويستمعوا إلى ما نقول. ولا تزال الدعوات مستمرة من قبل الاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي لإحلال السلام في البلاد. وإن كانت الرغبة في السلام من حرب استمرت لعامين هو ما ترجوه الجموع الكثيفة في ميدان الصليب بالعاصمة، فإن التدخلات هو ما ترفضه أثيوبيا حسب البعض حتى قبل اندلاع النزاع شمالي البلاد. جابر منصور، سكاي نيوز عربية، أديس أبابا.